سائل يقول: جاري رجل كبير في السن ولكنه صوفي يزور الأولياء ويشد الرحال إليهم ويحضر الحضرات الصوفية كما يزعمون، وسؤالي هو هل أسلم عليه؟ تبين له يا أخي، تبين له أن هذا ضلال وأنه لا يجوز له وأنه الآن على وشك نهاية العمر، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله وأن يخلص العبادة لله ويترك التصوف لأنه مبتدع ويلزم السنة. تبين له تنصحه فينقبل، وإلا فاتركه، لا تصاحبه أو تذهب إليه. نعم.